ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قال كذلك الله يخلق ما يشاء وإذا إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. حكمة حكمة الله الله يا سلام. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية عظيم.
وَلِأُحِلَّ
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزل ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا فيوفيهم أجورهم. فنوفيهم أجورهم
ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إن مثل عيسى كمثل آدم ذلك نتلوه عليك من خلقه من تراب خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم الله الله يسرون ذلك نتلوه عليك من Thank you.
عمري في حياتي ما سمعت ابدا والله اول مره في التاريخ ابدا على ادم كده والله ما سمعنا عمرنا حد وقف على ادم